الرئيس كمان النهاردة استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو باسم، والسفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قال إن خلال هذا اللقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على إن القضية الفلسطينية هتفضل دايما بتحتل الأولوية في أجندة السياسة الخارجية المصرية. وقال الرئيس ونوه لدعم مصر للمبادرات والجهود الدولية من بينها الجهود الفرنسية الرامية لتسوية القضية الفلسطينية. أما الرئيس الفلسطيني أبو مازن أكد على أن بلاده بتثمن الجهود المصرية الصادقة والمساعي المقدرة للتوصل لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية حقنا للدماء وصونا لحقوق الفلسطينيين. الرئيس كمان النهاردة خلال كلمة ليه الرئيس الفلسطيني في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب شدد على أنه لا يجوز بقاء الأراضي الفلسطينية مقسمة، ولازم أنه يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بسياسة منظمة التحرير الفلسطينية، وأنه لن يتم قبول تأجير أي أراضي فلسطينية لإسرائيل أو وجود عسكري إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مستقبلاً.